حالا على تقرير لمركز تحديث الصناعة، ده المركز يا اخوانا اللي صمم الهدايا اللي جرى توزيعها في احتفالية قناة السويس النهاردة. خلينا نطلع فاصل قصير بس، خلينا برضو نشوف التقرير. هل التقرير قبل الفاصل ولا الفاصل قبل التقرير؟ الفاصل الأول. قناة السويس الجديدة، الحلم الذي تحقق بجهود وأيادي مصرية خالصة وسطر تاريخا جديدا من الإنجاز للشعب المصري، فاستحق أن يكون هدية مصر للعالم. العبارة التي اتخذها مركز تحديث الصناعة للمشاركة في الاحتفال بمشروع القناة الجديدة عن طريق بعض الصناعات الحرفية. الفعاليات اللي عاملينها النهاردة احتفالية بسيطة جدا، بنحتفل مع العملاء بتوعنا اللي بيشرفونا دايما هنا بافتتاح قناة السويس بكرة. قادرين ان احنا مقدمين مجموعة كبيرة من الهدايا المجانية، اللي بيقدر ان هو يشتري بمبالغ معينة بنديله هدايا قيمة جدا من الفضة الخالصة على شكل شعار قناة السويس. عندنا فرقة من الأوبرا المصرية هتيجي تلعب مزيكا مصرية ان شاء الله اعتبارا من الساعة 8:30. بأيادي مصرية ماهرة تجسدت مشاركة صغار المصممين من الشباب المصري في صناعة علب الخشب الصنبوري تحمل على وجهها شعار قناة السويس، وقدمت لضيوف مصر من الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات الدولية. هي بداية تصنيعها بيتقطع الفريم الأول اللي بره ده، وبعدين الغطا بتاعها، وبعدين الوش، وبعدين الحاجات المكونات اللي جوه. هي بعد ما بتتقطع بتتجمع، وبعد ما بتتجمع بتصنفر وتدهن، وبعد ما بتدهن وبتخلص خالص بيبتدي يتحفر عليها الاسم من بره، وبعد الحفر اللي عليها بنقفل الحاجات اللي جوه اللي هو مكان الكوين الذهب اللي هيتحط فيها. وهنا هيتحط شهادة وفلاشة، الفلاشة فيها مراحل حفر قناة السويس، والشهادة شهادة من رئاسة الجمهورية. احتفال المركز بقناة السويس الجديدة لم يتوقف عند المشاركة الإبداعية والصناعات الحرفية، فكانت هناك مشاركة تحمل رائحة الإنجاز والبطولات والتحدي. جيت عشان طبعا بنحتفل أول حاجة بفتح قناة السويس، وعلشان نشجعوا الصناعات اليدوية عشان يشتغلوا أكتر. مع كابتن وباشمهندس نادر نبيل اتصل بيا وعزمني على الافتتاح عشان يكرموني كمان، عشان اول بنت في مصر الحيام تحت المية، وكمان علشان نشجعوا الناس اللي بتشتغل بايدها احسن ما الاستيراد من بره حاجة جديدة لمصر. تعود فكرة تصميم علب هدية مصر للعالم إلى توجيهات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعمل عدد من العلب المعروضة أثناء جولته بمركز تحديث الصناعة، ليفتح الباب أمام الشباب الحرفيين لمزيد من العمل والارتقاء بمستوى الصناعات اليدوية والحرفية.